السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة رهف شاب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد القريسات، راه كيجيو زوينين ولداد وكيجيو رطبين. يلا نبداو. بسم الله على بركة الله. عندي 2 كيسان ديال العنبة ديال الحليب، عندي كاس تاع سنيده ما عامرش، وعندي معلقه ديال الجنجلان، ومعلقه ديال حبه حلاوه كبار، وعندي بيضه حراره الغرفه، وعندي واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، الخميرة الفورية، وعندي نص معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة. دابا ندوزو نخلطو، دابا غادي نخلطو سنيدة، كاس ما عامرش ديال سنيدة. غادي ندير الحليب، ندير الخميرة، ونسيت ما قلت لكم الدقيق، عندي الدقيق على حساب الخليط ديال العجينه. دابا غادي نخلي هاد الخميره تذوب مزيان وتخمر، غنخليها واحد 5 دقائق هكاك ونرجع لكم. ودابا كما كتشوفوا هي الخميره دابت مع الحليب وسنيده. دابا غادي نزيد عليها حبه حلاوه، الجنجلان، نزيد عليها بيضة، نزيد عليها نص معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة مع عامراش، دابا غادي نشد هاد العناصر نديرهم مزيان، نطربهم مزيان، عاد نزيد الدقيق. الدقيق غادي نزيدها بشويه بشويه، هاد الزلافة دابا كتوزن نص كيلو ديال الدقيق. غادي ندير هاد الزلافة كاملة ولا خاصني غادي نزيد؟
وبقاو معايا، ما تمشيو فين نخلطها وندلكها ونرجع ليكم باش ما يجيش الفيديو طويل. كيما كتشوفوها العجينة عجنتها، وسمحوا لي قبيله ما قلتش الزيت، راني زدت نص كاس ديال الزيت ديال العنبه. ودابا ها العجينه عجنتها، هي مرخوفه، كنبقى ندير لها غير بحال هكا، كنخليها مرخوفه باش القرص ديالنا كيجي رطب وزوين. دابا غادي نشدها نديرها في واحد جبانية ونغطيها ببلاستيك غذائي شي 10 دقائق هكاك، وانا معاكم. كما كتشوفوا هاي هذيك العجينة درتها في هاد السوبيرة. دابا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تخمر 10 دقائق وانا معاكم. كتشوفوها العجينة ها هي خمرات. دابا غادي نبدا نديرها كويرات على شكل كويرات ونحطها في اللاط. غادي نبدا ندير لها بحال هكا على شكل كويرات ونحطها في اللاطه. نديرهم على هذا الحجم هذا. وغادي نبقى مستمره بحال هكا، نقطعهم كاملين نحطهم في اللاطه وانا معاكم. وكما كتشوفوا ها القرص انا درته في اللاطه، هاد العجينه خرجت لي جوج لاطات. وعندي بيضه غادي ندهنهم بالبيض ونزينهم بالجنجلان من الفوق. بسم الله. دابا غادي نشدهم ندهنهم بالبيض ونشعل عليهم الفران على 180 درجه. الحق نخليهم تيخمروا عاد نشعل عليهم الفران. وبقاو معانا تيطيبوا ونوريكم كي جاو. كتشوفوا انا دهنتهم بالبيض، رشيتهم بشويه ديال الجنجلان من الفوق. دابا غادي نخليهم يخمروا واحد 20 دقيقة هكاك، عاد نشعل عليهم الفران على 180 درجة وهانتوما معايا. كتشوفوا ها القرص ها هو طاب، جا على هاد الشكل هذا. شوفوا كي جا. جار طاب وزوين وخامر، بلاتي نقسم لكم وحيدة تشوفوها كي جات. جا غزال تبارك الله ورطب. وكنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم وديروا لي لايك سبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد. وتابوناو عندي، اللي باقي ما تابوناش عندي تابونا عندي، مرحبا به والف مرحبا. وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم، وشكرا على المشاهدة. وما تنساونيش من لايك سبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد. يلا خليتكم في امان الله وحفظه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.